أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم الجابوني أوتوغو كوستيني، وأعرب الجهاز الفني للأهلي عن تفاؤله بتعيين الحكم الجابوني لإدارة المباراة، خاصة أنه أدار مواجهة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم التي أقيمت على ملعب برج العرب وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل. يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد التغلب على الترجي التونسي بنتيجة 4-3 في مجموع مباريتي الذهاب والعودة بالدور ربع النهائي.